تفقد وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بوحيبح ومحافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم عددا من المرافق الصحية في المحافظة ومراكز عزل الإسهالات المائية الحادة والكوليرا. التفاصيل في التقرير التالي. قام وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بزيارة ميدانية لعدد من المرافق الصحية الحيوية في محافظة. وخلال الزيارة التي رافقهم العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد صحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور والسكان الدكتور سالم الشبحي مركز عزل الكوليرا في منطقة الكود تفقد حالة المرضى وجودة الخدمات. اليوم كنا سيادة محافظة أبين والأمين العام بزيارة للمحافظة، طبعا اطلعنا على الوضع الصحي في محافظة أبين. لا شك أن هناك تحديات كبيرة خصوصا فيما يخص مراكز العزل التي تواجه حاليا انتشار واسع الحالات الكوليرا والسالات المائية الحادة، ولا شك أن هذا يستدعي تدخل عاجل سواء من قبل الحكومة مثل وزارة الصحة أو وزارة المالية، ندعو إلى الدعم الكبير لمحافظة أبين التي تحتاج صراحة إلى دعم استثنائي وعاجل، وهذا ما إن شاء الله سنقوم برفعه إلى دولة رئيس الوزراء، لأن بالفعل الوضع الصحي في محافظة أبين مر مرحلة حرجة وخصوصا مع زيادة الحالات الوبائية. ثم انتقل إلى مستشفى زنجبار العام حيث تفقد الأقسام المختلفة واستمع إلى تقارير حول احتياجات المستشفى من موارد طبية ضرورية بما في ذلك الأدوية والمحاليل الوريدية. ولا شك أن المحافظة تبذل جهد ووزارة الصحة قدمت ما تستطيع من لديها، لكن أعتقد أن الوضع الصحي بحاجة إلى تدخل أكبر سواء من الحكومة أو من المنظمات الدولية التي بحاجة إلى تدخل أكبر ونوعي في محافظة أبين الذي منذ 15 عام والوضع العام في المحافظة تعرض لكثير من التدمير سواء عبر الإرهاب أو عبر الحروب المتصارعة المتتالية، وبالتالي المحافظة بحاجة إلى دعم استثنائي سواء من الحكومة أو من المنظمات الدولية التي لا شك أنها بحاجة إلى تدخل عاجل في محافظة أبين إن شاء الله. كما قام الوزير والمحافظ بجولة في مركز التوليد والصحة الإنجابية بالمستشفى حيث تفقد سير العمل وتبادل وجهات النظر حول تحسين الخدمات المقدمة للمقف الفريق عند هذا الحد، بل زاروا مستشفى الرازي بجعار حيث افتتحوا أقساما جديدة تضم أسرة للأطفال وأقساما للتغذية والخدج بهدف تحسين الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين. سعدنا بالزيارة معالي وزير الصحة إلى محافظة أبين، وهذه خطوة رائدة ورائعة ونحن مسرورون بتواجد الوزير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام وزارة الصحة بالوضع الصحي في محافظة أبين. مثل ما يعرف الجميع أنه هناك وباء منتشر في المحافظة، وناشدنا وخاطبنا كثير من المنظمات الدولية وكذلك وزارة الصحة وبادروا إلى تقديم الدعم، ولكن نحن نعول على هذه الزيارة بأن يكون هناك دعم أكبر واهتمام أكبر. رافقهم في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين الصحيين والمحليين، وهو ما يعكس التزام الحكومة والسلطة المحلية في محافظة أبين بتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الأوبئة في المحافظة. لقناة عدن الفضائية، وضاح شليلي، محافظة أبين.